صباح الخير ملك، عسلامة. نورتني. شكرا على الاستضافة أولا. يعطيك الصحة. نعرفك بروحي. سجح حشطيب، 22 سنة، نسوية حقوقية ناشطة في المجتمع المدني وسابقا في المجال الثقافي في مدينة المهدية. مرحبا. طالبة حقوق، باحثة في القانون العام. نغني، نكتب، متعددة المواهب. طيب زيد كل شيء وين تحطني تلقاني. ما شاء الله، هذيك هو المطلوب. احنا نساء حراير مالا، نساء بلادي، نساء ونصف. انا دي ملي نقولوا نفتخر بنساء بلادي، ماهيش نص المجتمع، المرأة كل المجتمع. مرحبا بك مرة أخرى يا للا، نورتني. مشاركة في مبادرة مناظرة، هذا احنا اللي ريناي عرفناك من طريق المبادرة هذه. كانت عارف لنا كيفاش تجربتك كانت في المناظرة هذه، تعريف شوية المناظرة وبعدك شتي نرجعوا لساجي. مبادرة مناظرة، منظمة غير ربحية في تونس، تأسست عام 2012، تخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكثر من 12 دولة، منها لبنان كمثال وتونس. وتعمل على إرساء ثقافة المناظرات باللغة العربية في تونس باللغة الدارجة. المشروع اللي شاركت فيه هو صناع الرأي، مشروع جديد لمبادرة مناظرة. مناظرة تعرفت بزعمة حلقات زعمة اللي تتعدى في التلفزة. السنة زعمة رجعت بحلة جديدة ضمن مشروع صناع الرأي اللي تعدى بعديد المراحل، أولهم لفورمولير اللي شاركنا به، اللي تعدوا منه، اللي شاركوا فيه بلوتو أكثر من 180 مشارك، تعدوا منه 60 المرحلة البخي سيليكسيون. الحقيقة من أكثر المراحل هكا المزيانة في المشروع، على خطر الحقيقة فيها برشا ستريس، ما برشا حماس، وهكا حاجة جديدة. البخي سيليكسيون كانت عبارة على لجنة تحكيم فيها مجموعة من الصحفيين، شادية خضير، محمد اليوسفي، هجرة ليلي، وبسام اللي كان اللي هو مدير مشروع صناع الرأي. كان عبارة على مجموعة من الأسئلة في عديد المجالات، فيهم سؤال بالقرعة وبعد سؤال يعتمد على بروفيل المشارك. الحقيقة كانت ستريسانت برشا التجربة، مع البروفوكاسيون بتاع هكا لجنة التحكيم باش تحطك في الإطار وباش تعرف كيفاش باش تجاوب. من بعد صارت لسيليكسيون، بعثونا ليميل. من 60 اللي تعداو للبري سيليكسيون، تعداو من بعد 31 شاب وشابة للمرحلة التدريبات، اللي هما كانوا كيقولوا، وريت كيقولوا معسكر تدريبي، ذي معسكر تدريبي بالفم والبلاي، أتم معنى الكلمة. 13 يوم من 8 متاع الصباح، ساعات نوصلوا للستة متاع العشية. ألا فيلد في عديد المجالات، انتربرونيريا سوسيال، الصحافة الاستقصائية، الاستقصاء عن الأخبار الكاذبة والزائفة، عديد المجالات. الحقيقة معناها كانت تجربة مفيدة جدا، وكانت التجربة اللي باش تحضرنا من بعد لللايف. المرحلة اللي وصلت لها من بعد قبل اللايف كانت عندي مسؤولية كبيرة، واللي هي مسؤولية الكونفرنس دو بريس، ما قريتيش بالعربي. الكونفرنس دو بريس اللي عملتها مبادرة مناظرة باش تعرف مشروع صناع الرأي العديد الصحفيين والشركاء اللي مع مبادرة مناظرة. الحقيقة كانت مسؤولية كبيرة اني نعرف بالمشروع على فم جميع المشاركين، اني معناتها نكون وجه جميع المشاركين والمشاركات في المشروع. تجربة مزيانة. كيف ستريسانت شوية. الحقيقة خدمت برشا في المجتمع المدني، عملت برشا حاجات، طلعت على ديسين كبار في حياتي. لكن من التجربة هذية متاع صحافة ودي كاميرا ايتو ما كانتش حاجة سهلة، خطر جديدة، ولكن تجربة مزيانة برشا في عمري. ولي دايغ معناتها نحب ندعو الشباب، أي واحد معناها يلقى الفرصة باش يشارك سواء في مبادرة مناظرة أو في أي حاجة أخرى من نوع هذية، يشارك فيها على خاطر حاجة معناتها تبدل حياة العبد. أكيد معناتها تشوف الدنيا من منظور آخر. سورتو بعد تجربة استوديو راهو في اللايف مع الحلقة اللي كانت الأطروحة نتاعها زعم الهجرة هي الحل لمستقبل أفضل. حلقة تعدت الحقيقة مزينة برشا. قبلها
ما نجمش نقول لك قداش تعديت بستريس قداش انا باش نستغل حضورك توا. شو نقول لك انا رايك عطيني هكا بعجاله رايك في هالهجره هذه اللي قاعده تصير والهجره الغير النظاميه ما يسالش حتى في دقيقه. باهي هو انا في الحلقه كنت مسانده للهجره تحلي مستقبل افضل، لكن منها مانيش نحكيه هوني على الهجره غير النظاميه. اكيد مع احترامي لكل شخص يقرر انه يهجر بطريقه غير نظاميه، خاطر بخيتو نحترم اي انسان معناتها قرر انه معناتها يشوف حياته صعيبه وقرر انه يخرج من الصعيب هذاك بحاجه ما اصعب. هذاك المستقبل اللي اختاروا معناها، دونك ما احناش نصموا فيهم العباد هذوما، من حقهم يختاروا كيفاش يخرجوا من البلاد. ولكن علاش نشوف الهجرة الحل لمستقبل أفضل ملاك؟ الخاطر اليوم احنا في وضع صعيب شوية في البلد، كان مش برشا، ومن حقنا نحلم، من حقنا كشباب انه نشوفوا اللي احنا نجموا نعيشوا خير في مكان آخر، وما يمنعش انه نجموا نرجعوا لبلادنا. خاطر كما قلت في الحلقة راهو ما احناش نتخليوا على وطنيتنا، اكيد فقط نتخليوا على صانعي القرار، خليني نقول اللي خليوها بالبلاد وخليوها بالشباب. معناه اليوم ما عادش معناتها ما احناش المستقبل ضباب كوسوا للشباب ولا لل معناتها للناس الاخرين، للناس الكل. اكيد حتى حد ما عاد يعرف روحه، مش حتى عامل قدام نهار القدام شنو ينجم يصير في البلاد وشنو نجمو نوصلو، لكن هذا ما يمنعش اني يعني حاليا نجم مازال عندي نفس باش نقعد في البلاد ونقعد، ولكن ما يمنعش اني نهار من النهارات نجم نخرج، خاطر كلنا نحلموا بطرق نظاميه. بطرق نظاميه بيان سور. وراهو خليني نقول بالله خنستغلها فرصه وجودي نقول للشباب انه راهو فما طرق نظاميه باش تخرج من البلاد وتلقى مستقبل مخير برشا. معناه البحر ماهوش الطريقه الوحيده اللي تخرج بها، مهما كان مستواك التعليمي الثقافي الاجتماعي راك نجم تخرج من تونس بطريقه نظاميه وتلقى مستقبل مخير. فما عديد المنظمات، عديد الجمعيات، عديد الاتفاقيات اللي عملتها الدوله مع دول اخرى ولا منظمات دوليه اخرى اللي تخولك انك تخرج حتى بصنعه في يديك. معناتها لوجوا على مستقبل مخير هوني ساعة نبداو نعملوا صنعة نتعلموا حاجة من بعد راهو كي تحربت كيما نقولوا احنا بالدارجة وتلوج راك تلقى كيفاش تخرج. واضح، شكرا لك. عايشكم عليك. شو تحب تضيف اخر؟ ربما اللي توا قاعد يسمع فيه يقول طفله صغرونه 22 سنه ناشطه بهال، عليك شو تحب تعطي رسالتك ربما للشباب؟ خاطر ساعات نلقاو شباب تلقاها اكبر معناها في ال 25 و 27 وحتى 30 مالوغوزمون تلقاه في نفس البلاصه قاعد ما يحلمش ما يطمحش وقيد على بلادنا خايبه ولا بلادنا ما تعاونكش. سي فغي يمكن بلادنا هكا فيها تمر بازمه، ولكن اكيد احنا باش نتجاوزوها. شو رسالتك للشباب هذيك؟ بيشوف كيما كنت نقول راهو يسوفي انت كيما نقولوا حركت على روحك، راهو ما تستنى حتى حد باش يعطيك الفرصه. معناتها الفرصه انت تلقاها هذا اولا، نعم. وانت تخلقها مش حتى تلقاها، حتى الفرصه ماهيش موجوده اصلا حر روحك. معناتها اذا انت اليوم ما تخدمش على تصويرتك وما تطورش من روحك ما تلقاش حاجه تخرجك خير، معناتها تخرج لك تصويره خير للناس، ركب هذا ما تلقاش فرصه. ماهوش ماهمش المسؤولين اللي باش يجيو لك للدار يخرجوك يقولوا لك هاي لقينا لك خدمه، هاي ايجا اعمل الحاجه الفلانيه. لوش راهو مع اليوم احنا في احنا نقولوا له عصر السرعه. اليوم راهو كل شيء موجود في فيسبوك في انستغرام اللي احنا نستعملوا فيهم يوميا. اكيد راك تلقى كل شيء، جميع الفرص. انا باش في مناظره اليوم من عن طريق الفيسبوك، الابليكاسيون قطاع فيسبوك، هذا معناتها ابسط مثال. هذا استغلال ايجابي لمواقع التواصل الاجتماعي، مش كان هبطوا دي ستوري وخاصه كالفيك نيوز اللي انت ديجا حتى عملت عليهم ريشيرش ابارامون في مناظره في مبادره مناظره. انه بالحق بربي نطرقوا له الموضوع شويه سجي، انه ياسر ولات تدور انها اخبار زائفه. صحيح هذا ايش نقول لك احنا وشنو اللي شنو نشوفوا معناتها شنو نختاروا نغزروا. هما في الكيس فيه زوز نصف، نص مليان ونص فارغ. احنا ديما اول حاجه نغزروا لها النص الفارغ. وشوف راهو ساعات تنجم ما تفهم شويه في الناس
انهم هذاك شنو يراو خاطر تعبيت الدنيا بالحاجات هذيا معناتها بتجي تلوم ساعه تعذر ولكن هذا ما يمنعش اللي لازم نقاومهم خاطر قد ما احنا نغزروا لهم الحاجات هذوما قد ما يزيدوا يكثروا معناتها احنا كيما نقولوا نبوستيو فيهم احنا نغذيو فيهم صحيح حاجه قد ما تغذيها تكبر خاصه نعم نعم ولهذا لازمنا نعرفوا شنو نغزروا وين نلوجوا مش لي باج الكل ساعات ساعات معناها والله حاجات يضحكوا مع من اسم الباج تعرف لي الباج ماهيش 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 سوخ دافورماسيون معناها صحيح ولهذا كما كنت نقول لك معناها بار مشروع مناظره راني معناتها نشط في عديد الحاجات كيما شنو مثال ما اكيد راكم على اطلاع به تونيزيا 88 اللي هي تنشط موجوده في ولايه المهديه تنشط في 24 ولايه تنشط في المجال الثقافي والتربوي كنت كي كنت في الليسي كنت عضوه في عضوه في كلوب تونيزيا 88 في الليسي اللي داير نقدم تحيه لاصدقائي الكل وللجيل الجديد اللي قاعد ينشط وحاليا ما زلت موجوده في البروغرام هذايا ولكن كممبر اكزيكوتيف اليوم بعد التجربه اللي خضتها هون في الليسي بعد الكتيبه الغنيات ليزيفينمون هذوكم الحاجات الكل اللي تعلمتهم اللي دايوغ معناها خلوني ننضج خلوني نتعلم نحكي مع الناس في عمر صغير نلقى روحي عندي دوسي دو سبونسورينغ هكا كبروا ونمشي ونحرك وباش ناخذ فلوس وكل اليوم وليت فورماتريس اون ليدرشيب نفرمي في صغار كنت في عمرهم نهار في النهارات في الكلوب فورماتريس اون كرياتيفيتي في كتابة الأغاني اليوم زاد نشرف على نوادي في ولاية أريانا نعطي فيهم في الاكسبيريونس نتاعي نعاون فيهم باش يتعاملوا مع الإدارة مع أوليائهم ساعات خاطر ساعات الولي ماك تعرف أنا الموسيقى يقول لك باش تنفع لي ولدي خليه يمشي يقرا خليه يمشي يزيد حصة ايتود خير ما يمشي يعمل نادي وعديد الحقيقة النشاطات الأخرى ديرنييرمون نعمل فولونتاريا في أصوات نساء نقدم تحية زادة للبنات الكل اللي البارح شاركوا في المسيرة اللي ضد العنصرية اللي دايوغ موضوع مهم جدا معناه اللي راهو فيه في الشارع اليوم راهو حاجة توجع القلب احنا حياتنا الكل تونس يقولوا معبر الحضارات البلاد اللي تفرح بالناس الكل صحيح. اللي يجي يقول كي كنت نسمع عندي عديد الأصدقاء مهمش من تونس كانوا يجوا يقولوا محليكم معناه عمري مريت بلاد تستضيف الناس هكا اليوم نضربوا في الناس في الشارع اليوم نعنفوا اليوم حاجة توجع القلب الحقيقة أكيد وإن شاء الله ان شاء الله غدوه خير وكهو ان شاء الله كي يكثر الشباب الناشط اللي كيفك سجاه وهذا ماهوش رمي ورود حقيقه ليك وقتها نجم نقولوا تونس بخير تونس مازالت تتنفس تونس تعيش جوستمون هذا اللي حاجتنا بيه اللي هو شباب الكل انه يحاول انه يعطي الاضافه يعطي البلوس يحاول انه يعطي على قد ما ينجم انه يعاون تونس يعاون الغير يعاون باللي يقدر باللي يقدر به يا سجاه شو تحب باش تحب تختم لنا والله خليني نقول للناس تبعوا برنامج زعمة تبعوا برنامج الجيل الجاي زيدا اللي هو مع زعمة اللي هكا في شوية جو ان بو ديكونتراكتي نعملوا في شوية جو نرجع الأخبار الوطنية والدولية مع بعض المؤثرين على السوشيال ميديا كما سحري بحريل وأي شيرني وغيره تبعوا الحاجات هذوما خاطر اليوم يبعدونا على الحاجات الاخرى اللي صايره في التلفزه نعم. العرك نعرفوا لي بلاتو كيفاش ولاو ما نجموش نلومو زيد على خاطر ستريس وجو العام في البلاد هو اللي هكا يخلينا ان بو ما احناش مرتاحين حتى في حديثنا حتى في الحاجات اللي نخرجوهم ولكن هذا لا يمنع اللي انتم اليوم تنجموا تشوفوا شباب في التلفزه يناقش يعطي في رايه ويحاول يبدل يحاول يولي تصوير خير للبلاد هذا هو تبعونا الحلقة الجاية إن شاء الله باش تكون حلقة مزيانة برشا موضوع حلو برشا نتصور باش يعجبك أكيد أنا متأكدة اللي هو باش يعجبك على خاطر أنا نحب نعاود نستضيفك مرة أخرى باش تغني لنا أكيد احنا توا خاطر الوقت ما يسمحش ولكن أطربني كيما أطربتني بإنجازاتك أطربني زادة بصوتك
هذا شن حبيت. إن شاء الله يا ملك يعيشك. نشكر إما فيم كشريكة في مع مشروع مناظرة اليوم تعدي في حلقات زعمة والجيل الجاي. نشكر مبادرة مناظرة على الفرصة على خاطر ما كنتش نشوف روحي الحقيقة في حاجة كيما هكا. فجأة نلقى روحي في عالم جديد بعيد على المجال الثقافي خاطر أكثر نشاطي كان في المجال الثقافي. هذا هو نسلم على أصحابي برشا على أصحابي اللي باش يطلعوا في الحلقة الجاية اللي عطا نأكد لكم اللي حلقة باش تكون مزيانة برشا واللي هكا باش نعطيكم سكوب صغير إن شاء الله بس ما يتغشش عليا. المتناظرين الرئيسيين في الحلقة باش يكونوا زوز نساء واللي هي أول مرة في الحلقة الرابعة بتصير باش يكونوا صديقاتي أحلام وشهرزاد اللي نحييهم برشا يقولوا منا فخورة بكنا برشا. وكهو ميرسي ملك على الاستضافة. يعطيك الصحة عندي زيدة نورتني برشا سجل حاج طيب أكيد ندعموك ونشجعوك وميرسي بوكو اللي انت جيت ونورتني اليوم أثثت معايا حصة اليوم من ملا ويكاندا.